السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذا الموعد مع أنور. الحقيقة أن ما يحدث في الجزائر تجاوز مرحلة المهزلة بمهازل لا تحصى ولا تعد، وأن ما تسمى الحملة الانتخابية صارت أكثر سوءا من أن نصفها بهملة، وحملة لما هو أسوأ من الهملات الموجودة على الأرض كلها. حقيقة انتخابات فيها أشخاص يعني ما عندهم حتى مستوى يكونوا في رئاسة الجمهورية، تبون أكبر إهانة لسلسلة الإهانات التي لا تحصى لا تعد، أنه يدخل في سباق رئاسي مع هؤلاء الأشخاص. يعني بوتفليقة لو أنه موجود لن يقبل أن ينافسه أرانب، لا حتى كلمة الأرانب أكبر من حجمه. فضلا عن المهازل التي تحدث مع من يمثلون هذا الرئيس المنتخب نهائيا من طرف العسكر والمحسوم أمره، لأنه شوفوا يا جزائري، سواء ذهبتم إلى صناديق الاقتراع واخترتم من تختارون سيكون تبون الرئيس، وإذا لم تذهبوا سيكون تبون الرئيس، فهو العهدة البوتفليقية وريتها بوتفليقية صراحة لا ترقى، إلى رغم أن معارضتنا إلى بوتفليقة لا ترقى إلى أن تصل لدرجة عهدة سادسة لبوتفليقة، هي ستكون أسوأ ما يمكن تخيله للجزائري. فلذلك المواطن الجزائري إذا ذهبت وانتخبت فأنت مقبل على الكارثة، وإذا لم تنتخب فأنت مقبل على الكارثة، فلا تنتخب على الأقل، تحتفظ بنفسك لنفسك بكرامة أنك لم تشارك ولم تذهب إلى هذه المهزلة. هذا هو، يعني أنا كنت دائما أشجع على المشاركة في الانتخابات لو كان عندنا خيارات. أنت تذهب على ماذا تنتخب؟ تروح تحط ورقة بيضة، إذن إذا حطيت ورقة بيضة فأنت تساهم في إعطاء شرعية لنظام غير شرعي، وإذا رحت انتخبت على هؤلاء واحد من هؤلاء فهم في السوء سواء، بل ما تقدر تخير مع أبناء كذا، وأنتم تفهموا مقصدي وكلامي. يعني الأكرم ليك يا جزائري أنك تقطعها على مرأى العالم، حتى لأنهم سينفخون في نسبة المشاركة وسيفعلون كل ما في وسعهم أنها تكون انتخابات تبون فائز فوز كبير بهذه حقيقة. أنه عندما تشوف واحد مثل بنغرينا وهو يتحدث مع الناس بهذه الطريقة، شوفوا هذه النماذج. والدنيا رخيصة ولا غالية؟ هو صابة ماشي كيما وكيما هذه. وشكون اللي تشريها؟ عروسة ولا واحدة راح العرس ولا نتاع ولا طالبة راح الجامعة ولا وشني؟ هذه تاع خفيفة، هذيك تخرج حاجة تشريها. المرأة ديما المرأة الله يلا علم كبير تبارك الله. والاسم الكريم وشني؟ حمزة. الله يا سيدنا حمزة، تعرف قصة سيدنا حمزة؟ راه سيد الشهداء، سيد الشهداء ما شاء الله يوفق. الله يلا تبارك. وهذه ساك شحال تبارك؟ 200 و 250 و 300 طلع. وهذه تسمى غالية ولا رخيصة؟ في الرخيصة كاين 50 وطلع 100 على حسب دراهمك. وهذه يدوم العراس ولا كيف؟ العراس التوجور ديما كيما حبيت. والله يلا مليحة تبارك الله سي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سيدنا حمزة أنت اسمك زين. راه سيدنا حمزة، راه سيدنا رسول الله قال وحمزة لا بواكي له، ما لقاش وين اللي يبكي سيدنا حمزة اللي هو رانا كيروح لواحد المكة كيروح لواحد للحج والعمرة لازم يروح
الأحد ويزور مقبرة سيد الشهداء سيدنا حمزة. لازم دائما تتمثل هذاك ال باش غدوة لا قدر الله أي واحد اعتدى على البلاد نتاعنا حمزنا حمزة تاعتي زي وزوره تعالى أن يشفع فينا غدا يوم القيامة. وأنا دائما راني كي نقول الشهداء يشفعوا كاين بعض الناس ما مش حابين يدخلوا للجنة يقول لك هذا بنقرينا عليه يقول لك الشهداء نتاعنا يدخلونا للجنة. يا سيدي احنا حابين ندخلوا للجنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهيد يشفع في 70 واحد من أهله. وهذا سيدنا المقراني هو واللي معاه كم من شهيد معاهم اللي دخلونا للجنة. علاه تمك حابين تدخلوا للجنة ما تدخلوش؟ احنا طامعين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلونا الشهداء للجنة. احنا رانا باغي نقول لكم يا ناس الخميس ضياف ربي ضياف ربي يا ناس الخميس اللي راهم في القهوة اللي هي ضياف ربي واللي راهم في الكيوسك من هذا مش عاوده وشني هذا الكيوسك هذا هذا اللي راهم اللي راهم متظلين في الوراك البطاطا والحانوت ضياف ربي والجماعة تاع الكانكايري اللي هي متظلين في الكانكايري ضياف ربي والجماعة اللي منا تحت الدار ضياف ربي والجماعة اللي هنا هذه وشني أنا ما عارفش القراية هذه حمزة ولا وشني حمزة فول حمزة فول اللي مع جماعة اللي راهم متظلين تحت حمزة فول ضياف ربي فكل اللي راه من هنا ضياف ربي فقط الجزائري هذا الجزائري هذا راه كيما الكرموس تاع الهندي اللي ما يعرفوش يشوفوا برا راه كاين فيه شوك ولكن هو الداخل راه حلو ولذيذ وطيب وزين فدائما خوك هذا الجزائري مهما كان خوك الجزائري هذا مهما كان تشوفه متشنف ولا مقلق والله خلاص دي طبيعتنا واش نديرو ويلو كان مش طبيعة تاعنا في كيفة من 54 ل 62 يستشهد منها مليون ونصف من الشهداء كاين ناس راه دارت ثورة تاع 100 عام ما ماتش منهم 100,000 شهيد احنا الدم هكذا الله على الدم راني كايزز يقولوا له تراليش كيما انا راحوا بربكم من دون الخوض في محتواها ومن دون الخوض في شخص هذا الشخص الذي ليس لديه مستوى أن يقول غير هذا الكلام متوقع من بربكم هذه حملة انتخابية فين البرامج؟ هل يعقل أني أدخل في منافسة ضد رئيس كان حاكم عهدة؟ لا أحاكم عهدته ولا أذكره ولا أنتقده هي انتخابات هذه وش من انتخابات هذه؟ هي جزائريين يكذبوا عليكم بهذه البهلوانيات تبون بهلوان والأخرين بهلوانيات أيضا الاثنين تاع حماس والأخر هدفهم فقط أنهم يسجلوا في السيفي نتاعهم أنهم مترشحين سابقين للرئاسة وراح يخذوا امتيازات ما بعد لأنهم تلقوا وعود بامتيازات يطلقوها مع أنهم شاركوا كجرذان سباق مع هذه المهزلة التي لو مددوا للرئيس بطريقة غير دستورية لكانت أفضل من هذه الفضيحة الجارية تبون داير بهدايل يا جماعة لكن ما لفت انتباهي أنه الرجل فاقد لتركيزه قال بأنه الجزائر هي ثالث اقتصاد في العالم اسمعوه اليوم أصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم وما جاش هكاك اليوم أصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم اليوم أصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم بالله عليكم هل هذا من المنطق؟ يعني الجزائر من الخمسة الكبار من الثلاثة الكبار مش من مجموعة العشرين قال في العالم قد يقول لي قائل زلة لسان أنا لا أؤمن بزلة لسان بالنسبة لرئيس هو رئيس لا ينتظر انتخاب الشعب ولا بطيخ خلاص وافقوا عليه الجنرالات وعينوه وقبلوا له أنه يترشح وحسموا له النتيجة انتهى الأمر الشعب الجزائري يمشي الانتخابات ولا ما يمشيش الأمر مفروغ ومنتهي منه خلاص كيفاش أنت مش مثلا واحد هاوي راه جاي طاحت له فرصة
جمع التوقيعات فات الانتخابات، انت رئيس بعد ما هزلت أن الجيش مستعد وراه جاهز لدخول غزة. وهذه تعرف واش أدت؟ أن السفيرة الأمريكية تحركت بهذا الأمر، لأنه كلام خطير باش يبني مستشفيات، الجيش جاهز باش يبني المستشفى ونحن تكلمنا عليها. أيضا بهلوانياته فلسطين، قضية الصحراء الغربية، ورايح تتبنى الدولة ورايح تكون دولة. يبي على أي أساس أنت تتحدث وتملك هذه القوة أنها تكون دولة؟ هي يوميا تفقد الدول اللي معترفة بها، يوميا إنجازات دبلوماسية لا تحصى، وصلنا إلى درجة الحركات البهلوانية اللي مثل ما حدث في اليابان وانت تقول لي ستكون دولة. نعم ستكون دولة الصحراء الغربية، أقولها بكل وضوح، لكنها في تندو. وحنا نتخلى على الصحراء الغربية يعني إذا كان تخلينا على الصحراء الغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية معناها رانا خرجنا من جلدنا. قضية الصحراء الغربية ما نتخلاش عليها، اللي يبغي حسابات يحسب حساباته وحده، واللي يبغي يزور التاريخ يتفضلوا. الدولة الصحراوية ستكون إن شاء الله، ودون تندوف ليس لديها مستقبل. إذا حابين تعطولها تندوف وبعض وما جاورها هذا شأنكم أنتم صناع القرار. وأعتقد بأنه سيأتي اليوم يكون أمام خيارين، إما أن الجزائر تكون تحت العقوبات بسبب إيواءها منظمة إرهابية، أو أنهم يعطولهم دولة ويعطولهم التراب الجزائري حتى يتخلصوا من هذا الأمر. وأعتقد أن الجزائريين أنه إذا بقي هذا النظام سيعطي للبوليزاريو أراضي جزائرية لتشكيل دولة في أرض الجزائر، وهم ديجا أصلا عندهم الآن هذا الأمر. لكن بالعودة إلى هذا الرئيس يقول بأنه الجزائر هي ثالث اقتصاد في العالم، قد يقول لقائل أنه قال كذا وراه يقصد في إفريقيا، لأنه قال من قبل أنه الجزائر هي ثالث اقتصاد في إفريقيا. اسمعوا، الجزائر اليوم حبة من حب وكارهة من كاره بالأرقام، الاقتصاد الثالث في إفريقيا، روازيان إيكونومي دافريك، كنا في ديل ترتيب، اليوم مصنفين قبلنا إفريقيا الجنوبية ومصر فقط، احنا الثالث. والبرنامج اللي مسطرينه نرفع الناتج القومي تاعي بهذه الاستثمارات 7000 استثمار وتجيها آلاف استثمارات أخرى. حب من حب وكره من كره بالأرقام، كان ذلك في 3 مايو أو في مطلع مايو، يعني في مطلع مايو يقول بأن الجزائر هي ثالث اقتصاد في إفريقيا، وثم بعد ذلك في حملة انتخابية يقول ثالث اقتصاد في العالم. ما تجيش تقول لي زلة لسان، لا أؤمن بها. يخرج يعتذر، يعتذر عندما يخرج هو ويقول أنها زلة لسان ورني أخطأت ونقصد كذا، نقول زلة لسان. ما دام هو ساكت لهذه اللحظة لم يصلح الأمر فهو حكاية أخرى، ما عندوش قدرة على، المهم يهف الشعب وخلاص. مش هذا فقط، بل أنه من قبل اسمعوا واش كان يقول. لما نوصف الاقتصاد نتاعنا ابتداء من هالتغييرات نحاول أن نبني اقتصاد، كان عندنا شبه اقتصاد مبني على الريع، مبني على الاستيراد والتوزيع، والممول الأساسي كانت المحروقات. إذن اقتصاد ما خلقش ثروات. لما تنخفض أسعار النفط كل شيء ينخفض، واليأس يدخل المواطن، حتى المواطن، كل الناس النظر تاعها كيما أهل العيد، شوفوا غير البرميل طلع ولا هبط. إذن هذا مش اقتصاد، هذا مش اقتصاد. وسبق لي وقلتها ونقولها بدون عقدة، أن الاقتصاد نتاعنا سيت اون ايكونومي
سو ديفلوبي مبنية على أساس استيراد، مبنية متوجهة للخارج، مبنية على أساس ما فيش تبادل، ما فيش القطاعات ما تعرفش بعضها بعض، قطاع ولا قطاع ياخذ من عند القطاع الآخر، يفضل يستورد إلى آخره. الأزمة اللي وقعت في أسعار النفط هي اللي خلت الحمد لله الجزائريين يعني فاقوا الوضع نتاعهم. نحاول اليوم نصيب حلول اللي تخلينا نتحرر حقيقة، لأنه كان شعار أجوف يعني منذ 30 أو 40 سنة، نتحرر من المحروقات، نتحرر من المحروقات، عمرنا ما تحررنا منها. فيها كان ذلك في 2011، في سبتمبر 2011، في نهاية سبتمبر 2011، قال بأنه اقتصاد ريع ورانا نحاول نبني اقتصاد، والقضية مرتبطة بأسعار النفط. بعد 3 سنوات صار الجزائر عندها أقوى اقتصاد من ثالث اقتصاد في العالم، ولا ثالث اقتصاد في إفريقيا، رغم أنه هذا ثالث اقتصاد في إفريقيا أعطاها صندوق النقد الدولي، ورح نهضر لكم على هذا الموضوع. يعني أنت في 3 سنوات حولت الجزائر دولة ما عندهاش اقتصاد، وقبر وصرح بصريح العبارة أنه الجزائر ما عندهاش اقتصاد، أو هكذا قالها من قبل. شوف، ما كانش عندنا اقتصاد ونقولها وراسي مرفوع، راكم عارفين كان عندنا دراهم نستورد وخلاص ونبيع. نعم، أنت الآن في بداية حكمه قال بأن الجزائر ما عندهاش اقتصاد، ثم بعد ذلك قال نحاول نبني اقتصاد، والجزائر مبنية على اقتصاد الريع، ثم الآن الجزائر ثالث اقتصاد في العالم. بربكم ممكن تصدقوا هذا البهلوان، هذا التفون اللي يكذب على الشعب الجزائري؟ وأنا هنا بصدد أن أبرئ ذمتي أمام الله ثم أمام الشعب الجزائري أن ما يقوله هذا الرئيس كذاب، وها هو بنفسه يعترف بأنه ما يسمى الاقتصاد في الجزائر مبني على أسعار النفط. وطبيعي جدا أن الجزائر الآن تكون في بحبوحة، لأنه بسبب حرب أوكرانيا وما يجري أسعار النفط زادت فامتلأت الخزينة. غدا تتراجع أسعار النفط، سترون الحال الجزائر كيف يتآكل احتياط النفط، احتياط الصرف وما إلى ذلك، راح تشوفوا كيفاش يتآكل، لأنه ما عندناش اقتصاد، بلد تبني مبنية على ريع النفط. هذه هي الحقيقة. لذلك أنه الكلام اللي يقول فيه تبون ما عندوش معنى. منين جابوا هذا تبون؟ هذه أنه الجزائر ثالث اقتصاد، رغم أن الإحصائيات كثيرة وصفت الجزائر برابع اقتصاد في إفريقيا بعد مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا. الجزائر رابع دولة عندها الثروة لكن ما عندهاش اقتصاد. الجزائر دولة غنية بالثروة، لكن هذه الثروة في أيادي فاسدة، أيادي مفلسة لا تملك مشاريع، ولذلك دائما تعول على أسعار النفط حتى تحافظ الدولة على موازناتها وميزانياتها ومداخلها وما إلى ذلك. لكن بسبب الفساد وبسبب النزيف وبسبب عدم ترشيد الصرف وما إلى ذلك، الجزائر راهي تعيش في إفلاس بمعنى الكلمة. تبون منين جاب هذا الكلام؟ أعلى 10 اقتصادات في إفريقيا حسب توقعات الناتج المحلي الإجمالي في 2024. هاي أمامكم الصورة. كاين جنوب إفريقيا رقم 1، نيجيريا 2، مصر 3، الجزائر 4، إثيوبيا 5، المغرب 6، كينيا 7، أنغولا 8، ساحل العاج 9، تنزانيا 10. هذه توقعات، هذه البيانات من توقعات الناتج المحلي الإجمالي العام 2024 للدول الإفريقية من تقديرات صندوق النقد الدولي التي جرى تحديثها آخر مرة في أكتوبر 2023. إذن هذه توقعات أن الجزائر تكون رابع اقتصاد في إفريقيا. هذه هي منين جابها؟ المهم رو فيها إحصائية أخرى أيضا تحدثت على هذا الأمر على أساس أن الجزائر ثالث اقتصاد في إفريقيا. ها أمامكم مثلا، هذه وضع صندوق الدولي، هذا كان في 30 أبريل 2024، وضع صندوق النقد الدولي الجزائر في مرتبة الثالثة ضمن أهم اقتصادات إفريقيا برسم عام 2024 بعد جنوب إفريقيا ومصر، متجاوزة نيجيريا التي جاءت هذه المرة بالمرتبة الرابعة.
وقدر الصندوق الدولي الناتج الداخلي الخام الجزائري هذا العام بنحو 266.78 مليار دولار، متوقع نسبة نمو بحوالي 3.8% خلال 2024. ويأتي ذلك في وقت رجح فيه تبون في آخر حوار للإعلام المحلي أن يفوق الناتج الإجمالي 400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مع نسبة نمو فوق 4% على الأقل، وهو ما يعتبره المختصون توقعا متفائلا جدا. هذا هو الأمر، يعني حطهم بترتيبات ومعطيات لكنها ليست مطلقة ولا يمكن اعتبارها بصفة مطلقة. المهم سيتبون نسمع واش يقول من شدة تفاؤله اللي هو دائما يندفع هكذا وسخون، قال بأنه الجزائر ستكون ثاني اقتصاد في إفريقيا. اسمعوا. بالنسبة للترقية تاع بلادنا مع بعض نطلعوا بلادنا، رانا خرجنا من التخلف الكلي، رانا ماشيين للتقدم إن شاء الله إن شاء الله. قلتها ونزيد نكررها ومسجلة عندكم ومسجلة في صندوق النقد الدولي ومسجلة في البنك العالمي أن سنة 2027 الدخل القومي تاعي يصبح 400 مليار دولار. ثم نصبح دولة ناشئة، يعني تتشابه كثير مع بعض الدول تاع جنوب أوروبا، نصبح الاقتصاد الثاني في القارة. وانتم تشهدوا 2019 اليأس اللي كان موجود عند الجزائريات والجزائريين، يعني حتى اللي كان متفائل كان يأس. نصبح الاقتصاد الثاني في القارة، هذه قالها في الحملة الانتخابية، يعني في نفس الحملة قال بأن الجزائر هي ثالث اقتصاد في العالم، وأنه يتطلع إلى سنة 2027 باش تصبح الجزائر ثاني اقتصاد في العالم، طبعا مبنية على أسعار النفط. لو غدا يقع شيء وتتراجع أسعار النفط سيتهدم كل هذا الحلم التبوني، هذه هي الحقيقة. المهم إخواني الكرام، هذا كله راهو يدل على مثل ما كان يقول الوزير الأول الجزائر ستصبح من مجموعة العشرين، تبون الجزائر قوة ضاربة وقوة جهوية وقوة تصنع التوازنات في المنطقة وما إلى ذلك، كلام انتخابي فقط. الجزائر لا لهذه اللحظة لا تملك اقتصاد، لا تملك سياسة اقتصادية، بلد تسير بريع النفط، لا يمكن لمن كان بالأمس فاسد أن يصنع اقتصاد. تبون من رموز الفساد في النظام، النظام نفسه اللي كان يسرق في عهد بوتفليقة هو اللي مازال مستمر. كيفاش النظام اللي بالأمس دمر اقتصاد البلد ما دارلهاش حتى اقتصاد، نفس النظام اليوم يصنع اقتصاد يكون هو الثاني في إفريقيا أو الثالث في العالم؟ كلام فارغ، كلام تاع حملة انتخابية، تاع هملة انتخابية، تاع حمى انتخابية، ليس إلا لا نصنع لا سيارات لا نصدر شيء ولا عندنا شيء مثل القمح. راه قال لك العام الجاي في راح نكتفي، يكون اكتفاء ذاتي من القمح، وما عندهم مدة قال لك نصنع في القمح أو ننتج في القمح من الصحراء، وفي نفس الوقت راهم يستوردوا في القمح. نظام كذاب. إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة هذا النظام، الامتياز الوحيد الذي يجب أن يشكر عليه تبون أنه فضح كذب النظام. هو يريد أن يتكلم بشيء مثل حتى بوتفليقة من قبل عمره ما يطلق بهذه الطريقة، دائما يصورك الجزائر راهي في وضع سيء وتحتاج إلى إرادة معينة من أجل الذهاب بها بعيدا، هكذا كان بوتفليقة. لكن هذا التفون جاء حب يقول لك راني صنعت المعجزة. ماذا صنعت يا تبون؟ إذا كان لو عندك لحقيقة الجزائر مرشحة أن تكون ثاني اقتصاد في إفريقيا لقبلوها في البريكس، يعني الدول الحليفة
وفي مقدمتها روسيا اللي هي حليفة الجزائر تعرف سر الاقتصاد الجزائري ما قبلتها تروح للبريكس. كيفاش دولة في 2027 تصير ثاني اقتصاد في إفريقيا ورفضوا دخولها للبريكس؟ دولة ما عندهاش حتى حضور ولا قيمة على المستوى الدبلوماسي وهي ثاني اقتصاد، هي ثالث أو رابع تطمح وراح بين هذا وذاك. دولة عندها الثروات لكن على مستوى الواقع هذا راه يدين النظام. إذا كان الجزائر الآن ثالث اقتصاد في إفريقيا مش في العالم كما يقول تبون، نعتبرها زلة لسان رغم أنه هو بنفسه الذي يجب أن يقول عليها، يقول زلة لسان ويعتذر عليها في هملة الانتخابية، لكن ما قالهاش، مادام ما قالهاش نحاسبه عليها. لنفرض جدل، هل معيشة الجزائريين عايشين حقيقة أن الدولة الجزائرية دولة لديها ثالث اقتصاد في إفريقيا؟ شباب يوميا بالمئات يهربوا من البلد، البلد حدث فيها نزيف شبابي لا يمكن وصفه، يهربوا، يعيش في السجون، يعيش في مراكز الإيواء، يعيش في أي مكان وما يبقاش في الجزائر. ما هناك يأس كبير. زادت هذه الحملة من المفروض الانتخابات الرئاسية لما تأتي تعطي الأمل، دفعة جديدة للأمل للناس. هذه المناسبة دمرت أكل الأمل اللي بقي لدى شباب الجزائر اللي يعرفوا الحقيقة، لأنك ما تجيش تكذب على الجزائريين تقولهم عندي أنا الجزائر دولة قوية وعندها أقوى اقتصاد وانت عايش في ظروف بائسة بمعنى الكلمة. وأعتقد بأنه هذا كله يحفز الجزائريين أنهم يقاطعون الانتخابات. عدم الاهتمام، ما تشوفوش هذوك اللي يجيبوا فيهم في الحملات الانتخابيه او في المناسبات نتاع تبون، صدقوني يا جزائريين اغلبيتهم عسكر وعمال في مؤسسات فرضوا عليهم وجابوهم وحضروهم باش يديروا المهرجان، ونفس الشيء راح يديروا في الانتخابات، يبعثوا العسكر بالكازرنات لابسين سيفيل باش يعمروا بعض المراكز اللي يصوروها، ثم يعطوا نسبه تجاوزت 50 إن فاز بها تبون، تتجاوز 50 مش تتجاوز 90 كما يحكي بن قرينة اللي فضح تبون عندما يأتي بن قرينة ويقول تبون فائز وراه خلاص. هذه لم تحدث يا تبون، هذا روى بن قرينة هذا. والله لو كانت فيك رائحة قيمة لنفسك ما خليت يمثلك دقيق، رغم أنه أنا نشكرك أنك درت يمثلك لأنه فضحك، ونشكر العسكر أنهم داروك رئيس لأنك تفضحهم، وهذا هو الواقع. ولكن ليكن في علمكم يا جزائريين ويا متابعين للشأن هذا أن تبون ما يتهموا هذه الفضائح والنظام ما يهموش، ما دام مسيطر على الشارع، مسيطر على كل شيء، محافظ على المال اللي عنده بقوة السلاح، خلاص عموا في بحركم، أضحكوا عليه، نكتوا عليه، قولوا ما تريدون. نظام لا تهمه سمعة رئيس ولا رئاسة ولا جيش ولا دولة ولا أي شيء، المهم أن اللصوص والحرامية اللي سرقوا المال العام راهم عايشين بتلك ومحافظين على أنفسهم ومحميين ويحموا في أولادهم حتى لا يحاسبون أمام قضاء مستقل. إذن إخواني الكرام، هذه مهازل حقيقية والكثيرة، لو أسترسل ونجيب لكم بعض النماذج، والله والله الذي لا إله إلا هو اللي يروح ينتخب ولا تروح تنتخب، والله لا فيه لا رائحة الرجولة ولا رائحة المروءة. هذه لأنه يكذبوا عليكم. أرجعوا كل الانتخابات منذ انقلاب 92، كل انتخابات رئاسية تأتي يقول لك خلاص الجزائر ستصبح في مصاف الدول الكبرى، ويكذبوا علينا والشهداء والثورة. واش ندير بها الشهداء والثورة؟ الشهداء عند ربهم من قبل شهيد، راهو في عليين مع الصالحين والصديقين، ما تجي تحكي لي عليه الآن. أنا يهمني ماذا ستقدم. يعني بلد مقبل على الانتخابات لا يوجد مشروع، لا تبون عنده مشروع، لا الآخر عنده مشروع نتاع حماس ولا نتاع واش يسموها نتاع الفافاس، عنده برنامج ولا يوجد برنامج، شعارات، كرنفالات، مسرحيات، كل عبث في عبث، يوحي بأن الجزائر مقبلة على مخاطر كبرى تهددها في وجودها وحدودها. يا ريت نسمعوا برامج، أما تجي تلعب لهم على المشاعر والجزائر وتحيا الجزائر وتحيا الشهداء. هذه الأسطوانات منذ الاستقلال ونحن نسمع فيها، والجزائر في تدهور، أصبحت دولة ما عندهاش قيمة.
شوف يا جزائري جوازك ونيديه، شوف عملتك هل كي تخرج الحدود عملك عبارة عن ورق حمامات أكرمكم الله، عملتك في الداخل ما عندها حتى قيمة، الجزائري ما عنده حتى قيمة في الخارج ولا في الداخل أصلا، هذا هو الواقع. أما يجوا يكذبوا عليكم يسخنوكم بشعارات الثورة وما عندناش وما يهمناش ونحن وفلسطين والصحراء والغربية ومش نعرف واش الشعارات هذه كل، والله ما هي إلا شعارات عابرة مجموعة من اللصوص والحرامية يضحكوا على الشعب الجزائري ويكذبوا عليه. كانت فرصة للتغيير في 2019 ضيعتوها وضيعت أمل الشباب في بلده وزدتوا جايين ديروا له الكرنفالات هذه اللي تزيد في اليأس. صدقوني هذا النظام يريد تيئيس الجزائريين، يريد أن الجزائريين يعملهم نزوح من بلدهم عن طريق هذه الكرنفالات. كل دول العالم أنظمة فيها فساد، لكنها على الأقل تحاول بطرق أن تقنع الناس وتعطيهم الأمل. أول مرة نشوف نظام يريد أن الناس ما تثقش فيه والناس تضحك عليه هو النظام الجزائري، وهذا الذي يحدث في هذه الانتخابات التي تعتبر انتخابات عار وشنار. ولو يعود الشهداء من قبورهم صدقوني لم يطلقوا رصاصة واحدة على المستعمر، بل أنهم سيوجهون بنادقهم إلى هذه الفنادق التي يملكها هؤلاء الذين سيطروا على الثروة وأفسدوا تراث الجزائريين بأشخاص من أمثال شنقريحة وتبون. والقادم سيكون أسوأ بكثير، والعهدة الثانية لتبون ستكون وبال على الجزائريين. ويا ربي يكون كلامي مجرد كلام في لحظة غضب أو واحد يحب بلاده ويخاف عليها، ولكن الحقيقة صدقوني مع هؤلاء البهلوانات أنه ما حدث في عهد التبون الأولى التي تعتبر أسوأ عهدة في تاريخ رؤساء الجزائر، ما سيحدث الأسوأ منها في العهدة الثانية. كلام جميل. نكتفي بهذا القدر، ألقاكم بإذن الله تعالى في موعد آخر، لذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.